تبعوا في المحاكمه هذه، و الاحكام هذه تسمى راهي كما ذا بينا احنا يردوا الصور تاع الشعب اللي داوهم. احنا كسكان ولايه خنشره نتمنوا انه الشيء اللي صرا في المحكمه هذه اليوم يكون درس للمسؤولين اللي جايين في المناصب نتاعهم، هذو راح يكونوا عبره للناس الجاي. الحكم هذا تاع 12 سنه او 15 سنه قليل ما داوهما، الناس راهي تشف، الشعب راهو يشف ويعلم به لا ربي، والبطله في الشباب راهي دارت حاله، راهم داو صور لو كان خلاو الصور هذو الناس كلها راهم يخدموا الناس كل لاباس عليهم. نتمنى يرجع حق الشعب الجزائري، ولتكون هذه لنقول عبره لبعض المسؤولين او من تسول له نفسه العبث بالمال العام.